المزرعة النموذجية البعراوية بالخروب مكان نموذجي لاقتناء أضحية العيد، فالأسعار تتراوح ما بين 30,000 دينار و 68,000 دينار، والجودة حسب مدير المزرعة مضمونة. المزرعة النموذجية البعراوية هي مزرعة موجودة على مستوى ولاية قسنطينة، وهي بطبيعة الحال مزرعة غنية عن التعريف، تقوم بإنتاج وبإعداد أضحية العيد كل سنة. أضحية العيد معروفة بجودتها وكذا بأسعارها التنافسية. نحاول أننا كل سنة نحافظ على القدرة الشرائية للمواطن. بالإضافة إلى أن العائلات تأتي إلى هنا للتشاور فيما بينها قبل اختيار الأضحية، فإن المزرعة النموذجية تقترح على الزبائن تسهيلات تتمثل في إمكانية الشراء مقابل منح تسبيق مالي فقط، كما يمكن ترك الأضحية بالمزرعة حتى عشية العيد. هذا هو العيد الثالث اللي نجي لهنا. أول مرة جيت من نهار شريت من لقيت حتى مشاكل، أول نتاع الدولة، ثاني حاجة نظافة، المتابعة البيطارية كاينة، والأسعار معقولة بارابور للبرة. سلعة عجبتنا مضمونة، فايتة على كما يقولوا على البيطاري على الطبيب، استقبال ما شاء الله، من في كي تذبحوا تاكل ثاني ما شاء الله. ليس السعر وحده ما يجذب الزبائن لاقتناء أضحية العيد، بل حتى الجودة عامل مهم في اختيار نقاط البيع، وهو ما توفره مزرعة البعراوية التي يسهر مسيرها على جودة الأعلاف والمراقبة الطبية طيلة سنة.